مساء الخير على مشاهدينا في كل مكان، يسعدني أن ألتقي بكم من خلال حلقة برنامج رأيك بصوتك من النهار اليوم. رأيك بصوتك الحقيقة بيقدم لنا مجموعة من القضايا نتناقش فيها تمس كل فئات مجتمعنا، وهي تكون حديث الساعة بشكل عام. حلقتنا النهاردة هي حلقة مهمة جدا وحساسة جدا، وفعلا كانت حديث الساعة الفترة الماضية، هي عن التحرش. فرغم أن كافة الدراسات الاجتماعية بتؤكد انتشار ظاهرة التحرش بين طبقات الشعب المصري المختلفة، إلا أنه نسبة ما يتم الإبلاغ عنه لا يتجاوز فقط 5%، وما زلنا بنتصدم كل ما سمعنا عن واقعة تحرش جديدة، ولازلنا بنرفض أن نصدق أنه هذه هي أخلاق الرجل المصري المعروف في العالم كله بالشهامة وبالرجولة. بنقول إيه اللي حصل في تركيبة الشعب المصري الاجتماعية والعقلية؟ لازلنا نؤكد أن هذا السلوك هو سلوك دخيل علينا، ولازلنا نوجه ندائنا لكل شاب مصري وبنقول له بدل ما تتحرش بيها احميها. احنا هنكون محددين معاكم في الحلقة علشان نقدر نستفيد بآرائكم كلها وبتعليقاتكم كلها. عندنا 3 أسئلة أساسية محتاجين ان احنا نسمع آرائكم في الإجابة عليها، وهي كيف نقضي طبعا على ظاهرة التحرش، ما رأيك في تطبيق القانون على المتحرش، وكيفية تضامن فئات المجتمع في القضاء على هذه الظاهرة. في انتظار تليفوناتكم، في انتظار تواصلكم معنا عبر وسائل السوشيال ميديا المختلفة اللي هتشاهدوها على الشاشة. هنعود مرة تانية ولكن بعد هذا الفاصل. نتوجه فورا إلى الأستاذة هالة مصطفى، عضو مؤسس مبادرة شفت تحرش. أستاذة هالة مساء الخير. مساء النور يا فندم. أستاذة هالة، طبعا إحنا عارفين التحرش ظاهرة كونية لا يخلو منها أي مجتمع من المجتمعات أيا كانت مكوناته الاجتماعية والثقافية والدينية، ولكن الحال زاد عندنا في مصر وأصبح المجتمع المصري بيصاب بالصدمة. دلوقتي أنا عايز أعرف أنه وصلتوا لحد فين في مبادرة شفت تحرش في القضاء على هذه الظاهرة وفي التعامل مع المتحرشين والمطالبة بقوانين رادعة؟ تفضلي. بس اسمحي لي اختلف مع حضرتك في جزئيه صغيره. انا بعترف طبعا ان العالم في ظاهره التحرش في بلاد كتيره، لكن هو هنا في مصر ما الموضوع ما اصبحش ان هو ظاهره. الموضوع بقى شكل عام من اشكال تعامل المجتمع مع المراه. العيد ده بالتحديد كان في خصوصيه شديده في النزول من مبادره شفت تحرش، لأن ده كان أول عيد بننزل فيه بعد صدور القانون، قانون ما الصلح على تسميته قانون معاقبة المتحرش أو قانون التحرش. فكنا نازلين من منطلق إن إحنا بنشوف مدى تأثير هذا وجود هذا القانون على معدلات التحرش في الشارع، وبنراقب، يعني ما أقدرش أقول بنراقب، بنرصد التصرفات الدولة والأجهزة الأمنية في تفعيل والتدخل في حالات التحرش وتطبيق القانون. تمام. ورد فعل البنات والسيدات على وجود قانون للتحرش. في الحقيقة أقدر أقولك أن لم ينجح أحد وأنا ضميري مرتاح. إحنا عملنا يعني استطلاع خاص بمبادرة شفت التحرش، وبناء عليه كان في نتائج، يعني الحقيقة ما كانتش مرضية تماما. كان في 62% من عينة الفتيات والسيدات اللي احنا أجرينا عليهم الاستبيان كانوا شايفين ان قانون العقوبات بتاع التحرش الموجود حاليا غير كافي.
غير كافي، اللي هو اللي هو استاذه هلا اللي هو الماده 268 و269 من قانون العقوبات اللي بيقول انه يجب ان يعاقب المتحرش بالسجن من 5 إلى 7 سنوات وتقريبا غرامه ماليه، مظبوط؟ لا حضرتك، القانون بيقول 6 شهور والغرامه 6 شهور وغرامه لا تزيد عن 5000 جنيه. والماده الثانيه مغلظه، عقوبه من له الولايه، يعني رئيس العمل، الرئيس في العمل او يعني حد له ولايه على الفتاه او على السيده، فمغلظه العقوبه الى 6 أشهر او غرامه لا تزيد عن 10000 جنيه. ده اذا كانت الضحيه اقل من 18 عام هيكون العقوبه اشد. هم البنات او الفتيات والسيدات كانوا شايفين ان اصلا كان عند في جزئيتين في ردودهم وشمالهم استطلاع الاستبيان اللي احنا قمنا بيه في منطقه وسط البلد في العيد. 62% منهم كانوا شايفين ان القانون غير كافي. حوالي ما يقرب من 45% من الفتيات اعربنا عن عدم ثقتهن في ان يلجأن الى اقسام الشرطه وتعامل البوليس معهم. وطلبوا تحقيق، يعني ان هم ياخدوا حقهم بايدهم في الشارع، يعني بالعربي بالعاميه كده. قالوا ما لا ما مش هنروح اقسام الشرطه، احنا شايفين تعامل الشرطه لا نثق في تعامل الشرطه معانا هيكون بانهي طريقه، ولا نثق ان الشرطه هتجيب لنا حقنا، وده شيء كان في منتهى الرعب بالنسبه لنا. ده يعني انت هنا دلوقتي بتضع يدك بتلمسي نقطه هامه جدا في هذا الموضوع، انه اولا الضحيه بتخشى من الفضيحه ومن العار، دي حاجة. الحاجة الثانية لا تثق في تعامل أجهزة الشرطة مع الأمر بالجدية اللازمة. يبدو يعني ممكن مثلا يكون في تعقيدات فيما يتعلق بشهود الإثبات وفيما يتعلق بأنه يعني الموضوع ما يكونش عاجل، فده بيؤدي إلى يعني بطء وإلى عدم سير الإجراءات بالشكل المطلوب اللي بيحفظ للضحية حقها. تقصدي كده يعني أجهزة الشرطة مطالبة أنها تتعامل بأكثر فعالية. وبعدين في بعض الضباط، طبعا انا لا اعمم خالص يعني، لكن في بعض القائمين في هذه الاجهزه بيتعاملوا مع الامر باستخفاف وبانه الضحيه هي التي تقوم بالتشجيع على التحرش. بالظبط كده. في جزئيه ثالثه تتعلق باداء الشرطه او الاجهزه الامنيه. كان في السنه دي الحقيقه ظهور وحده مكافحه العنف ضد المراه بملابس معينه وظاهره، وكان في وجود وحدات التدخل السريع، وده كان شيء يعني الحقيقه ملفت للنظر ويجب الاشاره انهم كانوا موجودين، لكن رصدنا في ادائهم شيئين. تمام. ان هم الحقيقه ما كانوش يعني كانوا بيكتفوا بالمرور في الشارع دون التدخل في الحالات، الا في الحالات الصارخه الكبيره زي حاله السيده اللي كان في حوالي اكثر من 50 شخص بيحاولوا يجذبوها من داخل السياره وهي قاعده بجوار جوزها. مظبوط. في الحقيقه الشرطه دخلت في هذا، لكن احنا كمبادره يعني ذاتيه العمل وذاتيه الجهد، احنا نفسنا تدخلنا في اكثر من على مدار ايام العيد في اكثر من حاجه و40 حاله. طيب مين فئات المجتمع اللي مطلوب ان هم يتضامنوا مع مبادرتكم علشان كلكم تتكاتفوا في القضاء على هذه الظاهره استاذ هاله؟ فئات المجتمع اولا، يعني مش فئات المجتمع فقط طبعا، مطلوب من المثقفين والفنانين، المؤسسات بقى، مؤسسات الدوله طبعا احنا بنطلب وبطلبهم من عندك ويا ريت صوت يصل، تاهيل وتدريب قوات الشرطه الخاصه بمكافحه التحرش في مصر بالشكل، لان بعض الضباط اثناء التعامل مع الفتيات او اثناء التعامل في الشارع هم نفسهم مش عارفين يعني ايه تحرش، هم نفسهم مش قادر يدرك ان اللي بيحصل قدامه ده تحرش، فلابد من تدريب وتأهيل هؤلاء الأعضاء في الأجهزة الأمنية على معرفة ما هو التحرش وكيفية التصدي ليه. تمام. ثانيا لازم طبعا يكون في خطة قومية بتشمل كل مؤسسات الدولة يتم وضعها وبرعايتها. طيب. عن طريق متخصصين لمكافحة جريمة التحرش. أنا رافضة تماما إن أنا أقول إنها في مصر ظاهرة. تمام. طيب اذا انا بشكر الاستاذه هاله مصطفى عضو مؤسس مبادره شفت تحرش، اولا على افادتها وثانيا على جهود المبادره مبادره شفت تحرش. وبننتقل الان الى راي الاستاذه نهاد ابو القمصان رئيس المركز المصري لحقوق المراه. مساء الخير. مساء
مساء الخير استاذه نهاد، احنا هنستفيد كتير جدا دلوقتي من خلال وجودك معانا بانه نتكلم عن ابعاد وعن اسباب وعن ايه الجهود اللي اخر ما توصلتم اليها كناس مسؤوله بتحاول ان هي تقضي على هذه الظاهره. اتفضل. الحقيقه الاسباب متعدده وهي من بدري جدا في مصر احنا بنشوف المشكله دي ونبهنا ليها في المركز المصري لحقوق المراه، يعني يكاد يكون مؤسسة الوحيدة اللي عملت أبحاث معمقة حوالين الموضوع من 2007 حتى أنه مش بس استفدنا منها في مصر لكن في المنطقة العربية كلها، وكنا شايفين أن فيها أسباب كتيرة جدا، من أهمها مش زي ما بيتخيل كتير من الناس أنها الكبت الجنسي والكلام ده، الحقيقة سطحي للغاية، لكن الفكرة هي كان غياب دولة القانون، لأنه لما اتعمل الدراسة اسمها غيوم في سماء مصر اثبتت انه ما يقرب من 63% من الرجال والشباب قام بالتحرش ولو مره واحده ولو تحرش لفظي، ولما بصينا على الشرايح لقينا ان في شباب صغير جدا تحت 18 سنه تقريبا اطفال يعني، وفوق 18 ل 25 ومن 25 ل 40 وده عاده في المجتمع المصري بيكون متزوج، وفوق ال 40 الحقيقه ده بالتاكيد بيكون متزوج، فما كانتش قضيه الكبت الجنسي زي ما بيتخيل البعض هي اللي طرحه نفسها، والا لماذا الاطفال تحت 18 سنه ولماذا الرجال فوق ال 40 سنه؟ طب ده جميل. طب ما هو في كمان ناس بتقول استاذه نهاد انه يعني العشوائيات بتفرز يعني ناس يعني تركيبه اجتماعيه معينه، الانترنت والاماكن المواقع الاباحيه بتفرز لنا انعدام اخلاقي، غياب دور الاسره، انشغال الاسره، يعني في حاجات كتير قوي احنا مهم ان احنا نضع يدنا على الاسباب علشان نقدر نشوف كيف نقضي على هذه الظاهره قضاء نهائيا، ونعود الى سابق عهد المجتمع المصري الذي يتميز رجاله بالشهامه وبالرجوله. فايه اخر جهودكم استاذه نهاد في هذا الامر؟ بصي، لما بتيجي تدرسي مشكله ما بيبقى لهاش سبب واحد محدد، فكل اللي حضرتك قلتيه دي اسباب جانبيه تماما، انما السبب الرئيسي هو انه في غياب تام لتطبيق القانون. هذه جريمه امنه زي ما بيقال الاعلان الشهير، ليه تتحرش بواحده لما ممكن تتحرش ب10 يعني. مظبوط. فهنا اذا توفرت الاراده السياسيه لاعمال القانون في مصر هيكون رادع للي عنده اخلاق وللي ما عندوش، للي جاي من مناطق كبيره او ما فيش. طبعا احنا بنشوف توجه لدى الدوله المصريه الحقيقه في تطبيق القانون، وده ظهر تماما في تعليمات بدءا من الرئيس لرئيس الوزراء لكل الجهات المعنيه، صدر لهم تعليمات محدده لمواجهه هذه الجريمه البشعه في مصر واللي اثرت عليها على المستوى الداخلي وعلى المستوى الخارجي كمان. طيب، في جهود ظهرت بوضوح لدى وزارات عده ومن اهمها وزاره الداخليه، نزلت وحدات مكافحه التحرش في او العنف بشكل عام ضد المراه، في جهود للمجتمع المدني منها المركز المصري ومنها زي ما سمعت من الضيفه الكريمه اللي كانت مع حضرتك قبل مداخلتي حوالين مبادرات مصطفى. شبابيه عده بتقوم بجهود مهمه. يفضل هنا انه مش بس كفايه الاراده السياسيه، لكن على مستوى التطبيق لازم يتم الاستعانه باهل الخبره، لانه في حاجه اسمها سياسات صفر تسامح مع التحرش. يعني مطلوب تشريعات، مطلوب تشريعات جديدة وآليات جديدة لتطبيق العدالة بشكل أقصى عقوبة على المتحرش بشقيه اللفظي والجسدي، اللي بيصل في النهاية إلى ربما هتك العرض أو الاغتصاب. مطلوب قوانين للحماية، أولا الحماية من التحرش، ثانيا تعويض الضحية، قوانين تعويضية، وثالث حاجة اللي هي الأهم هي عقوبة شديدة ورادع للمتحرش. مظبوط. الحقيقه احنا انجزنا في مصر الجانب القانوني مؤخرا، تم تشديد العقوبات، يبقى ان القانون نفسه ايه الاجراءات التنفيذيه اللي هتتم، كمان تدريب القائمين على التنفيذ، يعني مش كفايه ان انا ابقى بظلم ضابط الشرطه او ضابطه الشرطه ان انا اقول له بص القانون اهو اتعمل وعليك بقى يلا اتكل على الله نفذ، انا ايه التدريب اللي اديتهوله عشان ينفذ، ايه بالزبط. ادوات التحقيق والتدخل السريع بالزبط. يعني خليني اديكي امثله لبعض الدول، في حاجه اسمها وحدات تدخل سريع،
عبارة عن، عارفة حضرتك العربيات اللي كانت عاملة زي المكتبات المتنقلة دي اللي احنا بنعرفها في مصر كويس، او العيادات المتنقلة زيها بالضبط، وحدات شرطية وقضائية للتحقيق في الشارع انه بتحصل الحادثة، بينزل فريق عمل بيمسك المتحرش والمتحرش بها، وبيتم اتخاذ الاقوال واخذ كل الاجراءات عشان اوفر كل الاجراءات العادية اللي بينظمها قانون الإجراءات. فأنا في مصر أصبحت إيه؟ أنجزنا خطوة من عدد من الخطوات، خطوة في اتجاه تجديد. فلا يجب أن أنا كل شوية أقول تجديد العقوبة. يا جماعة إحنا العقوبات في مصر واصلة للعنف الجنسي عموما للإعدام، يعني قضايا إحنا شفنا أحكام صدرت قبل العيد مباشرة وصلت ل 25 سنة سجن وأكثر. والحقيقة هذه الأحكام كان لها أثر مباشر على الشارع، يعني السنة دي أول سنة نشوف أو نرصد قلة عدد البلاغات والجرائم. مظبوط، بالتأكيد مفيش مجتمع بيبقى خالي تماما، صفر جرائم، لكن اللي شفناه حصل تراجع واضح بعد الأحكام الرابعة اللي شفناها قبل العيد. شفنا حالة من الأمان التام والمطلق في خروج المصريين للمتنزهات العامة للشواطئ. إحنا كان فيه يعني طريق مصر اسكندرية والساحل وكل الشواطئ المصرية كان أقرب لزحمة وسط البلد مع العيد، لأنه المصريين تنفسوا الإحساس بالأمان. في قوانين، في عقوبات رادعة. يبقى إن عندنا خطوات أخرى إحنا لسه بحاجة ليها: تدريب القائمين على تنفيذ القانون، توفير الوسائل اللي تخلي في إمكانية للشكوى أفضل، للتحقيق بشكل أفضل. شفنا صور وفيديوهات على الانترنت ازاي يبقى المحققين عندهم الادوات اللي تخليهم يقدروا يحللوا الصور دي، وعندهم قواعد البيانات اللي يقدروا منها يوصلوا للمجرمين في اي مكان وكل مكان. انا ما اقدرش اعتمد بس على العنصر البشري واقول والله العنصر البشري لوحده كفايه الضابط او المحقق او كذا، لكن كتير من الاجراءات لازم تتعمل في حاجة اسمها سياسات مكتوبة، وده الفرق بينها وبين القانون أو الإجراءات الجنائية. السياسات المكتوبة دي لازم تعمم لدى كل المكاتب، سواء سياسات مكتوبة من قبل مين؟ من قبل مين يا أستاذة نهاد؟ سياسات مكتوبة لمواجهة التحرش الجنسي دي ممكن بتعملها وزارة العدل نفسها، وبتعمم في وزارة القوى العاملة ووزارة التعليم، لأنها لازم تعمم في المدارس، في الجامعات، في أماكن العمل. يعني إحنا زي ما قلت لحضرتك أنجزنا خطوات من حقنا إننا نتكلم عنها ونقول إنها خطوات جدية ومحترمة، لكن كمان محتاجين نكمل الخطوات دي بإجراءات كتير من الخبراء يعرفوها، وفي في مصر متوافر خبرات مهمة تقدر تفيد. القضية مش قضية وزارة الداخلية لوحدها، لكن زي ما قلت لحضرتك وزارة العمل، القوى العاملة، التعليم، وزارة الداخلية، الثقافة، الإعلام. لازم يبقى عندنا زي أدلة كده، زي أدلة واضحة اللي بنسميها يعني جايد، نقول يا جماعة ده يسمى تحرش، ده ما يسماش تحرش. الإجراءات اللي نواجهها كأسر، كأماكن عمل، كأماكن في الشارع، ما نقدرش بس نعتمد على ضباط الشرطة. تمام، إذا بشكرك شكر جزيل الأستاذة نهاد أبو القمصان رئيس المركز المصري لحقوق المرأة. وهنتقل بسرعة لآرائكم مشاهدينا عبر وسائل السوشيال ميديا المختلفة. يا ترى عندنا رأي دلوقتي عن طريق الفيسبوك؟ عندنا دلوقتي مين؟ هدى حسين بتقول أنا شايفة من رأيي إن ده نقص دين من جانب الولد والبنت نتيجة عدم معاقبة الجاني. ده حسام عاطف بيقول أنا من رأيي إن ده نقص دين من جانب الولد والبنت. هدى حسين بتقول نتيجة عدم معاقبة الجاني معاقبة شديدة، لابد من دوريات أمنية في الشوارع، ده لعدم حصول ذلك فده بيحصل. مظبوط. محمد شندي بيقول التحرش الجنسي ظاهرة ناتجة من انعدام الأخلاق سواء عند البنات أو الشباب على السواء، وناتجة عن تأخر سن الزواج لكثرة متطلباته سواء بالنسبة للبنات أو الشباب برضو، وكمان دي جريمة مشترك فيها الطرفين وليس المجرم المتحرش الذكر فقط، لأن في بنات متحرشات وتحرش البنت بيكون في لبسها وبرفانها وطريقة مشيها أو حتى كلامها بصوت عالي أو الميك اب بتاعها، ده رأيه. والمفروض العقوبة دي زي ما هي على الولد تكون على البنت، لأن الجريمة مشترك فيها الطرفين مش الشباب لوحدهم. أنا ما بقولش إن الشباب بريء، لكن برضو البنات مذنبين. ده رأي محمد شندي. وهنشوف إذا في آراء تانية. عندنا
طبعا صدقوني لو في اخلاق ودين مش هيكون في تحرش ابدا، والله ما ليها علاقة بلبس البنات دي. نوجة ايوه شكرا يا نوجة. وبعد كده في عندنا محمد صبحي بيقول طيب بالله عليكم لو البنات لمت نفسها ولبسوا لبس كويس كان حد هيفكر يعاكسهم مش يتحرش بيهم؟ ده رأي محمد صبحي. بعد كده عندنا انجي مصرية، الدولة لازم تعمل رقابة على الأفلام والأغاني اللي بتحتوي على مناظر مستفزة، وده سبب من أسباب زيادة نسبة التحرش. ده رأيه. في عندنا مصطفى سمير بيقول لو البنات احترمت نفسها والملابس بتاعتها ما فيش شاب هيتكلم معاها. طبعا يعني دي آرائكم، دي آرائكم. الحقيقة يعني احنا شايفين انه في بعض الآراء اللي وصلتنا طبعا بتلقي اللوم الأساسي على الشباب وعلى انعدام الأخلاق وعلى انعدام الدين وانعدام دور الأسرة والأفلام والأغاني الإباحية وتأخر سن الزواج، وفي آراء أخرى بتلقي أيضا باللائمة على البنات اللي هم بيتم التحرش بيهم. ليه بيتم التحرش بيهم؟ لطريقتهم ولبسهم والكلام ده. لكن احنا في النهاية دي آراء، واحنا مهم ان احنا ننقلها عبر شاشتنا من خلال رأيك بصوتك ايا كانت. وعموما لازم نبقى متفقين ان موضوع التحرش في مصر اصبح مسألة امن قومي بيهدد استقرارها، واذا لم يعني تتكاتف كل مؤسسات المجتمع وكل فئات المجتمع في القضاء على هذه الظاهرة الخطيرة. منتظرين اتصالاتكم وتواصلكم مرة تانية معانا عبر السوشيال ميديا من خلال رأيك بصوتك. وإحنا النهاردة بنتكلم عن ظاهرة التحرش بعد الفاصل. رجعنا لكم مرة تانية مشاهدينا من خلال النهار اليوم وبرنامج رأيك بصوتك، والنهاردة بنتكلم عن ظاهرة التحرش أسبابها دوافعها. بنتكلم وبنتواصل مع مشاهدينا اللي تواصلوا معنا ومن خلال ضيوفنا عن ثلاث محددات رئيسية. كيف نقضي على ظاهرة التحرش؟ ما رأيك في تطبيق القانون على المتحرش؟ هل هو كافي أم لا؟ وكيفية تضامن فئات المجتمع المختلفة في القضاء على هذه الظاهرة؟ وما ننساش أن احنا نذكر مشاهدينا أنه احنا متواصلين معكم في خلال من خلال هذا البرنامج ومن خلال هذه الحلقة من خلال السوشيال ميديا اللي شايفينها قدامكم على الشاشة. وطبعا ما ننساش ان احنا برضو نتكلم عن ان هناك دراسات كثيرة جدا حددت مجموعة واضحة من الاسباب اللي شافت ان هي اساسية في انتشار هذه الظاهرة، برغم انها ظاهرة كونية موجودة في كل العالم زي ما احنا متفقين، ايا كانت ثقافته وحضارته ودياناته، الا انه هذه الظاهرة للأسف الشديد انتشرت في مصر بشكل اصبح يعني مثير وصادم جدا لفئات الشعب المصري المختلفة. الأسباب بتقول طبعا أهم شيء الابتعاد عن القيم الدينية والخلقية، غياب منظومة الأسرة على القيام بدورها، التنشئة الصحيحة، واتجاه الأسرة نحو جمع أكبر قدر ممكن من المال في ظل ظروف اقتصادية بالغة السوء والصعوبة. برضو كمان عندنا اختفاء دور التربية والتعليم كلاهما من المدارس والمعاهد والجامعات. ما ننساش كمان الفراغ الهائل اللي بيعاني منه الشباب بسبب البطالة المتفشية واختفاء الساحات الرياضية اللي ممكن الشباب يفرغوا فيها طاقتهم. والله الساحات دي تحولت إلى مقالب قمامة للأسف الشديد. تنامي ظاهرة العشوائيات التي تفرز مجرمين في المجتمع، ولو إن أصبح ظاهرة التحرش موجودة في كل الفئات وفي كل الأعمار كمان. ارتفاع سن الزواج وارتفاع تكاليفه وتفشي ظاهرة العنوسة. تعاطي الشباب للمخدرات التي تفقد الوعي وتحث على ارتكاب التحرش أو الاغتصاب. ده دلوقتي المخدرات بقت يعني شيء عادي جدا بالنسبة لناس كتير جدا للأسف. سلبية المجتمع المصري واختفاء قيم الرجولة والشهامة والنخوة، بحيث ان اصبح شباب الحي بيعتدوا على جاراتهم للأسف الشديد في الحي نفسه.
في عندنا كمان سبب مهم جدا وخطير لازم ان احنا نقوله، اجراءات الاثبات والشهود المعقده اللي بتعرقل اثبات التحرش، ومن هنا يجب ان تكون القضيه قضاء مستعجلا بسبب موضوع الاثبات والاشهاد، انتشار طبعا الفضائيات والمواد التلفزيونيه الاباحيه واللا اخلاقيه. ف كل دي اسباب مهمه جدا. احنا دلوقتي يا ترى معانا جانات عبد العليم؟ لسه مش معانا. طيب خلينا نشوف مجموعه من مشاركات مجموعه من الشباب والمشاهدين اللي تواصلوا معانا في هذه الحلقه الهامه. عندنا مصطفى سمير قال او بيقول لو البنات احترمت نفسها، اعتقد انا قريت التعليق ده قبل كده يا جماعه، هل في تعليقات جديده؟ في عندنا جورج بيقول اتمنى الاعدام للمغتصب بس التحرش فيه ظلم، يعني هو بيطالب الاعدام في هتك العرض. طبعا ده ما فيش نقاش في المساله، ما هو اصل التحرش ده ليه مجموعه من المراحل، يعني ما هو هتك العرض والاغتصاب دي المرحله الاخيره اللي لازم يبقى فيها يعني قانون رادع، ما فيش كلام طبعا يا جورج. في فرح فارس بتقول لو كان اللي بيحصل ده من لبس البنات، طب حد بره يقول لي، حد يرد ويقول لي كانت لابسه ايه زينه لما اغتصبوها وقتلوها، اللي هي الطفلة، مش هي بس وغيرها كتير، يا ريت الرئيس السيسي يمنع دخول المخدرات لبلدنا. والله لمستي شيء مهم جدا يا فرح، علشان ما يحصلش تحرش، كتير من الشباب ممكن يموتوا لما تتمنع المخدرات وخصوصا البراشيم، ولكن في 60 داهية هيرتاحهم ويريحونا. ده رأي فرح فارس. والله وجهة نظر فعلا، هي زينة كانت الطفلة زينة اللي تم اغتصابها كانت لابسة ايه غير محتشم، ولا كانت بتشجع على ايه لما حصل لها اللي حصل. بيقول سيد بيقول لازم نضع عقوبة على النساء اللي بيرتدون ملابس عارية. ماشي. عندنا رغدة محمد هلال بتقول لازم في الأول نعالج أسباب التحرش اللي هي منها الأفلام المخلة بالأداب والمواقع الإباحية على الإنترنت، بعد ما نعمل ده أكيد الظاهرة هتقل تدريجيا. تمام. في عندنا كمان منى بتقول السبب هو البنت. أحب أقول لكم إن البنت حتى لو ما كانتش لابسة كويس، أنت مأمور بغض البصر وسيبها هي ربها يحاسبها. وبعدين على فكرة في منقبات ومحجبات وأطفال بيحصل لهم كده، وده دليل على نقص إيمان وابتعاد عن الدين وبسبب المخدرات. ربنا يصلح حالنا. شكرا يا منى. مارينا بتقول والله حرام اللي بيعمل كده، ربنا ينتقم منه. عندنا جمال بيقول لما تستغني الحكومة على ما يسمى بحقوق الإنسان، للأسف أصبح هذا القانون بيحمي المجرم. أحمد سليم بيقول لابد من معاقبة المتحرشين. جمال بيقول إعدام للمتحرش والمغتصب. إحنا اتفقنا يا جمال إنه في درجات للتحرش، بعد كده إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، الرجوع إلى ديننا هو الحل. وبعد كده في أحمد ناصب بيقول التحرش هو مرض لا يفيد ولكنه بيتعب الآخرين، ولو اتبع كل واحد مننا دين الإسلام على حق ما كانت ظهرت هذه الفاحشة. طيب لولا بتقول مش حل لو اتعلق في الشارع هيعمل كده تاني، مش عقوبة، دي لازم يكون فيها عقوبة أشد. طيب احنا بنشكر طبعا كل اللي تواصلوا معانا عبر السوشيال ميديا، ولكن طبعا الوقت بيدركنا. طبعا هذا الموضوع موضوع يعني بيفرد ليه حلقات، لكن يعني من خلال هذه الساعة قدرنا ان احنا نضع يدنا على الأسباب وعلى طرق العلاج، ومن خلال ضيوفنا سواء المتخصصين أو مشاهدينا والشباب اللي تواصلوا معانا عبر السوشيال ميديا، بنشكركم كلكم. وبرضو برجع أقول انه ظاهرة التحرش هي أمن قومي بيهدد استقرار وأمن البلد إذا لم يتم التصدي له وبشدة. الكل بيطالب بقوانين أكثر ردعا. بشكركم على تواصلكم معنا، وإن شاء الله بكرة غدا هنكون في موضوع جديد وقضية جديدة هي حديث الساعة معنا، لكن أنتوا اللي هتتكلموا فيها من خلال برنامج رأيك بصوتك. تابعونا، موضوعنا بكرة هيكون عن غلاء الأسعار وعن الدعم. احنا منتظرين تواصلكم عبر السوشيال ميديا. رأيك بصوتك معاكم دايما، كونوا معنا من خلال النهار اليوم. الى اللقاء.